اننا اليوم جئنا بالسفارة الامريكية، وانا اعلم ان كل كلمة مسجلة وكلنا ايضا مصورون صوت وصورة. احنا عايز اقول لكم وللسفارة الامريكية والادارة الامريكية، احنا جئنا بالسلام ولا نريد الا السلام. وفي ايدينا اغصان الزيتون، ليس لنا مطلب واحدا الى الافراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن. انا لا انتمي الى اي تيار اسلامي ولا اي جماعات اسلامية، ولكن انتمي الى مصر وفرار مصر وارض مصر ووطنية مصر. لما جمعتني الصدفة بابناء الشيخ عبد الرحمن في نقابة المحامين، وعرفت ان خباليهم واقفة عند السفارة الامريكية، جيت بامر من الله ان ربنا في القرآن الكريم قال امرنا بالمعروف والنهي عن المنكر. واذا ما كناش احنا هنقف ونقول الافراج على هذا الشيخ، هذا الشيخ القعيد الطاعن في السن المريض. انا كمحامية لازم عشان اجي ادافع عن المتهم يبقى في ادلة ثبوت وادلة اتهام. امريكا قالت له انت فكرت متهم بتفجير المركز العالمي للتجارة وبتكوين متفجرات، ولما عرفت ان هو ضرير اسقطت هذا الاتهام. كمحامية ولابد من براءته، اذا سقط دليل انهارت باقة الادلة لسقوط هذا الدليل. فاذا كان سقط دليل يبقى باقة الادلة باطلة وليس لها اي اساس من الصحة. النهاردة امريكا بتقول انا عايزة ديمقراطية وعايزة حرية، وقفت في مصر وقالت مع سقوط الرئيس السابق للحرية. طب النهاردة هذا الشيخ واهله وزوجه والمصريين جميعا احنا بنطالب بالافراج. مفيش اي دليل ماذا يملك هذا الشيخ الضرير الذي يبلغ من العمر ارزله، وراح امريكا عشان ينشر دعوة الاسلام ودعوة الله، وهي حق على كل مسلم ان يبلغ دعوة الله. ماذا يملك ليقوم والاتهام يقول له انت عايز تقوم بقلب نظام امريكا؟ من ذا الذي يستطيع ان يقلب نظام امريكا وهي تتحكم في العالم العربي ومصر وتتحكم في كافة الدول؟ ايها الامريكان، لا تنشدون الحرية والديمقراطية وانتم تفقدونها. هذا الشيخ واهله، انا كمحامية ومحامية من نقابة المحامين سافضل اقف معاهم وسوف اقول لازم الافراج عن هذا الشيخ. لا يوجد اي دليل، وانا اتساءل لماذا الازهر لا يحضر اليوم لهذا العالم الجليل لا يقل وطنية عن الشيخ مصطفى المراغي الذي وقف فوق الانجليز، لا يقل وطنية عن الشيخ علي عبد الرازق، لا يقل وطنية عن الشيخ محمد عبده فهو سلف لهم. لماذا لا يحضرون شيوخ الازهر اليوم؟ قبل كده قال اللي في كافة عن الشهداء، انا اقول له ان الشيخ عمر عبد الرحمن ده شهيد الاسر، شهيد الظلم، شهيد الطغيان، شهيد العدوان من قبل امريكا. انا معاه ومعاك يا شيخ محمد، احنا المره الجايه لازم نكون واقفه عند المجلس العسكري. امبارح المجلس العسكري لما الثوار قعدوا في ميدان التحرير ونددوا بالمجلس العسكري وبرئيس الوزراء راح على طول اسقط القوات الضباط المتهمين بقضايا قتل المتظاهرين اقعدهم في الحال وحقق لهم مطالبهم. هل لا يجوز القوة إلا بالقوة؟ طب احنا المرة الجاية احنا مش هنقف عند السفارة الأمريكية كمان يوم الجمعة، وقبل الجمعة نروح نقف عند المجلس العسكري، لأن ده مصري ويجب أن الخارجية تفقر له، يجب أن وزير الخارجية برضه لازم يكون هنا واقف عند وزارة الخارجية، مسؤول عن هذا الشيخ القعيد. لا يوجد أي اتهام ولا أي دليل يدينه أن يقعد 18 سنة قابعاً في سجون أمريكا. أمريكا النهاردة عشان إسرائيل الاسير بتاعها شاليط وتقف في فلسطين وبتصوبهم وبتصوب حماس وفتح، افرجوا عن شاليط واحنا يبقى لكم مكتسبات ويبقى لكم مفاوضات. امريكا اللي دافع عن العدو الصهيوني شاليط عشان هي الوجه الاخر للصهيونيه، ازاء هذا التعنت وهذا الظلم فعدم الافراج عن هذا الشيخ
حنقول لك انت الوجه الاخر للصهيونيه. النهارده هذا الشارع مدقق بقوات خاصه من المصريين. للاسف انتم واقفين مصريين ظباط، المفروض تقفوا وتنضموا لهذا الشيخ المصري زيكم، ما تكونوش تابعين للاداره الامريكيه العميله اللي هي تعبه ان تفرق. احنا جينا بالسلام، ولا نريد ان يكون في كلامنا ان يكون فيه اي اضطهاد ولا اي تطاول، لكنك انتم اللي بتكبرون عن هذا. هذا الشيخ المريض القعيد الذي يريد ان يدفن في ارض مصر ويقضي اياما معدودا مع زوجه ومع اهله تحرمون. يا شيوخ الازهر سوف يحاسبكم الله انكم طريق ظلم ولا تيجيش تقفوا معانا. وتقفوا في التحرير في المنصات امام الفضائيات بتقولوا احنا عايزين نغير الازهر انتخابات الازهر، ولديكم شيخ قعيد ولا تيجوا تقفوا جنبه ولا تيجوا تناصروه. وان ده واجب سيدنا محمد وقف امام الكعبه ولا ما اعظمك امام الله وما اعظم حرمتك، ولكن حرمه دم مسلم اعظم عند الله من حرمتك، ونحن جميعا نعلم ذلك. ونترك هذا الشيخ القعيد، احنا لابد ان نكثف وقفتنا ونكثف احتجاجاتنا ونقف قدام المجلس العسكري ونقف في التحرير ونقف عند نقابه المحامين. وانا ادعوكم بالوقوف امام نقابه المحامين وانا انصر لكم هذه الوقفه. في كل مكان احنا واقفين امام السفاره الامريكيه ومدققين بالاسلحه جميع الضباط والعساكر الواقفين، ولكن احنا لا نملك الا سلاح الكلمه وسلاح الحق. ليس معنا اي سلاح الا قوتنا وايماننا بالله ان ربنا طالما احنا واقفين مع هذا الرجل سوف ينصرنا. احنا واقفين هنا بنريد الافراج ونريد ان السيده كلينتون وزيره الخارجيه تسمع كلمه الشعب المصري حتى تحسب على امريكا انها تقف مع المضطهدين. احنا عايزينكم تقفوا معانا وتنصرونا. هذا الشيخ اللي قعد 18 سنه قعيد وكفيف ماذا يملك؟ هو يدعو الى وجه الله ويدعو الى الاسلام. قعيد في السجن ومريض ولا يملك له ولا حول له ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لماذا يا شعب مصر؟ احنا واقفين مع الشهداء ولا نترك حق الشهداء ولا واقفه معاهم ووقفه مع كافه المعتقلين السياسيين، لكن احق بهذا الشيخ الضرير العاجز القابع في سجون امريكا ده فرد عين. والله ربنا سوف يحاسبكم عليه. طب انا سايبه النهارده شغل وسايبه عمل، لكن احتسب ان هذه الوقفه لوجه الله تعالى. لا نريد منكم فضل ولا احسان، ولكن ربنا لما احنا لينا واقفين مع بعضنا سوف ينصرنا. لكن نترك هذا الشيخ ونترك هذا الظلم وغياهب الظلم وغياهب السجن والظلم ونتركه سوف يحاسبنا الله. يقضي علينا الله وياتوا بالناس الاخرين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فرحوا الانسان اللي كل يوم في الفضائيات قاعدين يقول لك الدستور الاول ولا انتخابات البرلمانيه الاول ولا مش عارف ايه الاول. وفين عمرو حمزاوي اللي جاي لنا من امريكا واعز في مصر؟ ما تيجي، مش انت كنت عايش في امريكا؟ ما تيجي تتكلم وتشوف هذا المصري هذا الشيخ حافظ كتاب الله. لا يريد منكم الا ان تقفوا معه وتناصروه. ازاي احنا نتركه؟ ازاي احنا نتركه 18 سنه؟ ماذا تريد امريكا من المصريين؟ هل تريد ان تذلنا؟ لا نذل الا لوجه الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا عايزين نقف ونشد من ازل ابناء الشيخ عبد الرحمن. جزاكم الله خيرا. فعلا انتوا كلكم الدكتور عبد الرحمن انتوا ابنائه واحنا معاكم احنا ابنائه. واجب علينا جميعا ان نقف معاه. لا تقل قضيه الشيخ عبد الرحمن، لا تقل اهميه عن قضيه الشهداء واسر الشهداء اللي هم شيخ اولاد الشيخ عبد الرحمن. متعاطفون معهم ويعرفون انها قضيه واحده. ولكن النهارده خصوصا هذه الوقفه للدكتور عمر عبد الرحمن، احنا واقفين معاه ومش هنسيبه وهنيجي عند يوم الجمعه يوم الاجازه. حسبنا الله ونعم الوكيل.